مرحبا ويعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو الجديد من دورة الـ ICTQB من QAcart. بهذا الفيديو بدنا ندخل بقسم 3.2 اللي بيحكي عن الـ Review Process أو الـ Work Product Review Process. هلأ هاي الـ Review Process مكونة من أكثر من مرحلة، وأول مرحلة اللي هي الـ Planning، ثاني مرحلة اللي هي الـ Initial Review، ثالث مرحلة اللي هي الـ Individual Review، ورابع مرحلة اللي هي الـ Issue Communications and Analysis، وآخر واحدة اللي هي الـ Fixing and Reporting. هلا بدنا نبدأ بمرحلة الـ Planning، وهون إحنا بنحدد شو الهدف تاع الـ Review. ليش إحنا بنعمل Review؟ هل هدفنا إنه نلاقي مشاكل؟ أو إنه نتأكد مثلا إنه إحنا مش مخترقين قانون البلد لو بدنا نعمل هذا السوفتوير؟ فهون الهدف الرئيسي اللي هو احنا بنحدد شو الهدف من الريفيو، وكمان هون بنحدد شو الاشي اللي رح نعمله ريفيو. هل رح نعمل ريفيو للريكويرمنتس، للتست كيسز، للتست بلان، للكود؟ وبعد ما نحدد الهدف من الريفيو لايش احنا بدنا نعمل ريفيو، بنحدد شو بنحتاج من وقت لحتى نخلص، وبنشوف كم رح تكلف وكم شخص رح نحتاج للريفيو وإيش تخصصاتهم. يعني لو بدنا نتأكد من بند بالعقد قانونيا معناها رح نحتاج محامي، أو لو بدنا نراجع كود معناها رح نحتاج ديفلوبر، ولو بدنا نراجع تيست كيس معناها إنه إحنا رح نحتاج تيستر، وهكذا. ومنحط كل إشي لازم نعمله بتشيك ليست بحيث يكون سهل علينا نشوف شو خلصنا وشو لا، ولو خلصنا الدوكيومنت منحط تشيك جنبها، وهكذا. بنحدد الأشياء اللي إذا توفرت بنقدر نبدأ بالتست واللي هي الانتري كرايتيريا، والأشياء اللي إذا صارت وغطيناها بنكون خلصنا التست واللي هي الإكزيت كرايتيريا. كل هاي الأشياء بتصير بالبلانينج، وبعد البلانينج بنبدأ بمرحلة اسمها الانيشيال ريفيو. من البلان عرفنا شو بدنا نراجع ومين راح نحتاج لحتى نعمل الريفيو. هلا بمرحلة الـ Initial Review بنعمل اجتماع، بنوزع الـ Documents على التيم. المحامي بياخذ العقد، التستر بياخذ التشيك ليست، الديفلوبر بياخذ الكود، وبنشرح لكل واحد بهذا الاجتماع شو الرول تاعه، شو هدفنا من التست. وبهذا الاجتماع يتم الجواب على أي سؤال موجه من أي شخص بحيث إنه تكون الصورة واصلة كاملة للجميع. وبعد ما نخلص الاجتماع أو الـ Initial Review، كل واحد اخذ الدوكيومنتس او بياخذ الدوكيومنتس اللي هو المفروض انه يراجعها، ونبلش بالمرحله اللي بعديها واللي هي الانديفيديوال ريفيو. وهون احنا فعليا الاشخاص بيمسكوا هاي الدوكيومنتس اللي هم مسؤولين عن مراجعتها وبيقرؤوها وبيحاولوا يلاقوا مشاكل فيها. هلا مرات الشخص بشك بشغله بس مش عارف اذا هل هي مشكله عن جد او لا، فبيسجلها عنده، أو احتمال يراجع الدوكيومنت ويكتشف إنه مش فاهمها صح، فهون كمان بيسجل كل أسئلة اللي بتواجهه وهو عم بيعمل ريفيو بيسجلها عنده. وبعد ما كل واحد يخلص المراجعة وعنده ليست بالأسئلة أو المشاكل، بنبدأ بالمرحلة اللي بعديها واللي هي الـ Issue Communication and Analysis. وهون إحنا بنراجع الديفكتس اللي سجلناها مع الكل، ناخذ رأيهم فيها، بلكي ما تطلع مشكلة من الأساس، بلكي أنا اللي فهمت الموضوع غلط. وكمان الأشخاص بيسأل الأسئلة اللي سجلها والناس الثانية بتحاول تجاوبه. وبعد ما ناخذ جواب على أسئلتنا واتفقنا إنه المشاكل اللي لقيناها هي فعليا مشاكل بالدوكيومنتس، بيجي دور آخر مرحلة واللي هي الفيكسينج أند ريبورتينج. وهون إحنا بنعمل ريبورت للمشكلة، بنعمل ديفكت ريبورت، بنصلح هاي الديفكت، وبنتأكد انه خلصنا كل اشي موجود بالإكزيت كرايتيريا. هاي هي البروسيس تاعت الريفيو، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. بالفيديو الجاي بدنا ندخل بالرولز اند ريسبونسابيلتيز بمرحلة الريفيو. فهذا الفيديو تاع اليوم، ويعطيكم